سيد الرئيس، السادة الرؤساء، السيدات والسادة النواب المحترمين، السادة الحضور الكريم، أولا أريد أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة واللي تحتوا لي الفرصة رجع لهذه الدار اللي مكنت فيها أكثر من 10 سنوات. الموضوع اللي حضرت في الحقيقة ماشي هو اللي طلب مني الأخ العوامر نديرو، ولكن ما كاين حتى شي مشكل، هو اللي طلب مني المنظمين أنه ما هو الوقع ديال التوصية ديال البرلمان الأوروبي على العلاقات بين المغرب وبين أوروبا، والثانية من أجل استراتيجية جديدة دبلوماسية رسمية وموازية، ولكن ما كاين مشكل. هو الآن المغرب ديالنا بلادنا الكريمة كتجتاز واحد المرحلة دقيقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن في نفس الوقت المغرب نجز عدة نجاحات في الساحة الدبلوماسية، بالفضل للدبلوماسية الملكية الواقعية، سواء اختراق واحد العدد ديال الدول ديال افريقيا، واعتراف ديال الولايات المتحدة بالقضية الوطنية ديالنا، تليها ألمانيا الفيدرالية وإسبانيا. صحيح أنه أولا توصية البرلمان الأوروبي ما عندها حتى شي وقع على المغرب، هذه توصية وماشي أول توصية. البرلمان الأوروبي دار واحد العدد توصيات على قضية ديال القضية الفلسطينية. صحيح أنه منذ ما يزيد على 25 سنة البرلمان الأوروبي كان مهتم بحاجة أخرى، ولكن هذه التوصية أسباب النزول ديالها أشناهو؟ أسباب النزول هو أولا البرلمان الأوروبي يعاني أزمة خانقة. هذه الأزمة ناتجة على المشكل اللي كتعيشوا الدول الأوروبية، اللي كما كتعرفوا أنه كاين 27 دولة اللي كدير الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الوقت تزامن مع القضية ديال لا كوب دو موند والوقع اللي لعبوا المغرب أو التعريف اللي ولا عند المغرب. وهذا رغم أن الرئيس الفرنسي مشى حضر ما يسمى بالماتش، ولكن الماتش كان عذريا. الأساس اللي كان هو أنه كان خص تكون نقاش فيما يخص الغاز والبترول، لأنه الدول الأوروبية تعاني من برد قارس ومن أزمة خانقة فيما يخص التزويد. من بعد ما هذه القضية دازت جبدنا قضية ديال البرلمان الأوروبي، قطر جيت أساس ديالها هو التأثير على قطر لأسباب اقتصادية وأسباب تقوية. في نفس الوقت تجر المغرب واحد السيد اسمه جوزي بوفيلي، هو كيمثل الخضر اللي كان في 2010 كان برلماني اوروبي، هو اللي معروف لي زوجيم لي زورغانيزم جينيتيكمون موديفي. جاو قال لي مودي له رئيس وزير الفلاحه المغربي السيد عزيز اخنوش، واحد النهار عيط عليه في التليفون بغير شيني، ولكن انا جاوبته قلت له لا سير عند المحامي ديالي. هادشي يعني 2010 كيجبدوه في 2023، 13 عام. الناس اللي صوتات البرلمان الاوروبي في 705 ديال النواب الاوروبيين اللي صوتوا على هاد 400 وشي 63 او شي حاجه هكا، 365 اغلبيه الساحقه ما كتعرفش شنو هو المغرب، ما كتعرفش شنو هو القضيه الوطنيه المغربيه، ما كيعرفوهاش، لان التكوين ديال البرلمان الاوروبي يعني كاين 27 دوله، واحد العدد ديال الدول اللي ما كتعرف حتى شي حاجه على المغرب، ما كيعرفوا ولا شي حاجه على المغرب، كيجعل انه في هذا الوقت بالذات كيكون يتحرك واحد النائب اللي هو من اليسار الموحد الاسباني، هو اللي كيدير هذه التوصيه باش حقوق الانسان. احكام دازت على 3 سنوات، وانا كان لي الشرف انه مثلت الدوله، كنوب على الدوله. ملي كنقول كنوب على الدوله، كنوب على المخازنيه، كنوب على البوليس، كنوب على الجدرميه اللي كانوا تبولوا عليهم في كدميزيك، هادو ابناء الشعب المغربي، وهذا فخر انه نوبوا على الدوله. هاد الاحكام دازت هذه 3 سنين و4 سنين، يلاه جبدوها اليوم، يلاه البرلمان الاوروبي فاق وقال له ديما محترمينش حقوق الانسان وحريه الصحافه، بالرغم انه بي اف ام تي في والبارح هذه 3 ايام صحافي جبد كلمه الصحراء المغربيه راه موقف رشيد مباركي. حتى واحد ما كيهضر على احترام حقوق الصحفيين في فرنسا. أين هو البرلمان الأوروبي من هذا الموقف؟ إذن هذه التوصية ما عندها حتى شي، ماشي إلزامية، ما عندها حتى شي وقع على العلاقات ما بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي، ولكن كان بعد لي زوفيسين، بعد المراكز اللي مرة كتجبد هذا لي سيربونبير، هذا الحنش ديال البحر كتجبدو باش
تحيد بور ديفي باش الناس ما يبقاوش يتناقشوا في الامور اللي هي جديه اللي كانت الوضعيه الاقتصاديه المتازمه والوضعيه السياسيه المتازمه في البلدان الاوروبيه. المغرب محصن بوحدته وبملكه وبسياسته الدبلوماسيه التي نهجها الملك جلاله الملك فيما يخص افريقيا، فيما يخص امريكان، فيما يخص واحد العدد. لكن ضروري انه حنا يكون عندنا واحد الشجاعه انه هذا الشيء ربما ضرات نافعه. هذا الشيء موقع في البرلمان الاوروبي خصنا نراجعوا نفوسنا، نراجعوا السياسه، اعاده النظر في الاداء الدبلوماسي المغربي. وملي كنقول اعاده النظر في الاداء الدبلوماسي المغربي، اعاده النظر في الدبلوماسي المغربي الرسمي وفي الموازي، من الموازي الدور اللي كيلعبوا البرلمان. هاد جبدوا نفس ثاني ملي جبدوا هاد القضيه ديال باش يحاولوا يلطخوا السمعه ديال المغرب، ولكن هذاك الشيء ما نجحش. جبدوا بانه فيما قطر قيت راه المغرب حتى هو هذا لا علاقه له بالواقع واشياء غير موجوده تماما. هذا الشيء ناتج على استعمال الدولارات ديال البترو دولار اللي عند الجزائر واللي ما عجبتهاش النجاحات اللي حققها المغرب، وكتستعمل جميع الوسائل باش تحاول الضغط في اتجاه ما يسمى بتقرير المصير الصحراء، رغم ان هذه الاطروحه اكلت الضرو وشرب عنها. خصنا نعاودوا النظر في السياسه الدبلوماسيه الرسميه والموازيه. الرسميه الدبلوماسيه الرسميه كتقتضي امكانات ماديه وبشريه. كاين السفير في امريكا اللاتينيه اللي كيمثل ثلاثه ديال الدول. اكثر من هذا خصنا نعاودوا النظر في التكوين ديال الدبلوماسيه المغاربه. خصو يكون على علم بالوضعيه ديال البلاد اللي غادي يمشي يخدم فيها، ويكون هادم قضيه الوطنيه المغربيه والقضيه المغرب، خصوصا انه منذ 2011 دستور 29 يوليوز 2011 واحد العدد ديال الدول الاوروبيه باقا كتستعمل النظارات القديمه اوباك المبهمه القديمه ديال المغرب اللي فات. المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب الامس. ولهذا احنا كفاعلين سياسيين وكحقوقيين لازم انه ناخذوا الامور بجديه ونحاولوا نديروا قوه الاقناع. ما خصناش نقنعوا المغاربه، المغاربه كلهم عندهم اجماع. سنقنعوا الاخرين، سنقنعوا الاخرين. وهنا الحمد لله الاخ حداد والرئيس قايمين بالواجب ديالهم، ولكن كنظن بانه لابد من سياسه من دبلوماسيه موازيه فعاله ديناميكي اوفنسيف. هذا فقط بغيت مع الاسف نقول بانه المغرب الصحراء في مغربه والمغرب في صحرائه، والمغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب. وخاص الدول الاوروبيه تعاود النظر، باش تعاود الدور حنا اللي خاصنا نمشيو نفسروا المواقف ديالنا، حنا خاصنا نكونوا هادمينهم. انا كعضو سابق في اللجنه ديال البرلمان الاوروبي كانوا في 1995 بعد النشر ديال واحد الكتاب على المغرب ما كناش كنقدروا ندوزوا في البرلمان الاوروبي، ولكن بفضل تكافل الجهود ديال الجميع الامور رجعت نصابها. وهذا الشيء ما ياثرش علينا وعلى معنويتنا كمغاربه، لان قضيتنا مشروعه وعندنا وسائل ديال الاقناع كافيه. وتنظن انه ما غنطولش باش انا درت هذه المدخله باش طرحوا لي بزاف الاسئله من بعد. شكرا.